بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. أهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج شهادة طبية. برنامج شهادة طبية هو برنامج يشهد فيه الطب الحديث للقرآن بأنه معجزة الله الخالق القادر، وأن هذه المعجزة خالدة، وأن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. برنامج شهادة طبية هو برنامج فيه دعوة للتفكر في خلق الإنسان، فالتفكر في خلق الإنسان هي عبادة من أهم العبادات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. ولقد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. برنامج شهادة طبية هو برنامج للرد بشكل علمي على مسيئي القرآن الكريم، وعلى الذين يسيئون للسنة وللرسول الكريم بالحجة والمنطق والعلم. من المعروف طبعا أن خلق الإنسان فيه الكثير من المعجزات، وهنبتدي أول حلقتنا بالكلام عن معجزة خلق الغدة النخامية. والغدة النخامية دي في حد ذاتها من أكبر معجزات الخالق سبحانه وتعالى، فهي غدة حجمها نص جرام، يعني بنسميه بي سايزد، يعني حجم البسلة. الغدة دي موجودة في قاع الجمجمة، والغدة بتتميز إنها بتحكم عمل كل الغدد، وإن إفرازها عبارة عن معجزة من معجزات الخالق سبحانه وتعالى. فهي تفرز 7 هرمونات موجودة في الجسم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الغدة النخامية دي ببساطة عبارة عن أكبر من أي مصنع ممكن يتخيله بني آدم، لأنها بتحكم عمل باقي الغدد الصماء في الجسم، ولها إفراز مباشر على أنسجة كتيرة في الجسم. معروف إن جسمنا مليان العديد من أكثر من 70 مليار خلية، والخلايا دي بتعمل في تناغم، وبيحكمها ويحكم عملها هرمونات الجسم التي تفرز من الغدد الصماء. وعشان نبسط مفهوم كلمة الغدة الصماء، هي الغدة التي تفرز هرمون أو نواقل كيميائية مباشرة في الدم بدون قناة. معروف طبعا إن جسمنا في العديد من الغدد الصماء، أهمها الغدة الدرقية والتي تفرز هرمون الثيروكسين. كمان عندنا الغدة الجار درقية والتي تتحكم في عمل مستويات الكالسيوم، ومعانا كمان الغدة الكظرية والتي تفرز هرمون الكورتيزول، وأيضا المبايض في السيدات يعتبروا من الهرمونات أو اللي بيفرزوا هرمونات الاستروجين في جسمنا. البنكرياس باعتباره غدة من أهم الغدد التي تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. الغدد الصماء دي ببساطة هي بتخلي جسمنا يتناغم في عمله. يعني الغدة الدرقية مثلاً هي غدة
بتدخل في عمل كل خلية عن طريق هرمون الثيروكسين. الغدد دي كلها بيحكم عملها الغدة النخامية. يعني ممكن نتخيل كده ببساطة ان حاجة عبارة عن نص جرام وحجمها صغير جدا، نص جرام يعني حجم البازلاء او بنسميه البي سايز، دي مسؤولة عن التدخل في عمل كل خلايا الجسم، حتى يمكن الشخص يكون وزنه 160 كيلو وبرضه هي المتحكمة في العمل. عشان كده هي بيطلق عليها مايسترو الغدد، لأنها بتعمل بشكل منظم لباقي هرمونات الجسم. سبحان الله، ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعروف طبعا إن لما تكون غدة نص جرام هتتحكم في عمل كل خلايا الجسم عن طريق تحكمها في عمل باقي الغدد، فتعتبر هي معجزة إلهية. يعني دايما احنا بنشوف في مصانع الدنيا والإنتاج إن ممكن مصنع كبير جدا ينتج شيء ضئيل، لكن إعجاز ربنا في خلقه أن جعل إن شيء صغير جدا وحجمه يعتبر هامشي جدا متحكم في عمل كل خلية، وبقمة الروعة بالإتقان، وسبحان الله أحسن الخالقين. يعني حاجة من الحاجات الجميلة لما الواحد بيقف قدام جزء صغير في الجسم بينظم عمل الجسم كله، يقول فعلا إن ربنا خلقه عظيم وبمنتهى الإتقان والروعة. يمكن كتير من السادة المشاهدين ربنا يعافيهم الفترة دي المصابين بمشاكل في الغدة الدرقية بيدوروا على هرمون موجود في جسمنا أو كان موجود في جسمهم، ونتيجة خلل في جهاز المناعة ابتدى الهرمون ده ينقص اللي هو هرمون الثيروكسين. فلما بينقص في جسمهم بيحتاجوا انهم ياخدوا الدواء بشكل تعويضي. الهرمون ده هرمون الثيروكسين من الهرمونات المهمة طبعا زي ما هنقول ونوضح في عمل كل خلية. فلما بينقص في جسمهم بيتعرضوا طبعا لحالة من الإجهاد، ولو ست حامل ممكن تسقط وحاجات كتيرة. فطبعا الدواء ده في شيء من الخلل الفترة دي، وان المصانع بتاعت الدواء بدأت تقلل في تصنيعه، فبقى فيها يشبه العجز في الدواء. المصنع اللي ربنا خلقه بقى مش محتاج ده كله، مش محتاج ان انت تاخده من بره ولا انك تقيس مستوى الهرمون ده شغال ولا مش شغال، وانه محتاج تحليل كل شهر او كل اتنين او على حسب الحاجة. مش محتاج ان احنا نقعد نزود الجرعة ونلزم المريض بنمط حياة معينة في الاكل والرياضة عشان يعيش بشكل كويس. لا، ربنا خلق الهرمون بيعمل بمنتهى الكفاءة وبمنتهى الاتقان وعلى طول، ومن غير ما انت تطلب ومن غير ما انت حاسس بيه. يعني اصلا كتير من الناس مش عارفة يعني ايه هرمون الثيروكسين ولا ايه الغدة الدرقية اللي هي متحكم فيها الغدة النخامية. يعني سبحان الله، لما ربنا بينشئ خلقه فبينشئ الخلق بمنتهى القدرة والإعجاز والحكمة، بحيث ما ببقاش احتاج أي حاجة من بره جسمي تنظم عمل الداخلي. حاجة بتخلق بقمة في الإتقان وبقمة في الروعة وطول الحياة. عشان كده ربنا ادانا من قبل ما نطلب، فلو طلبنا هيدينا اكتر طبعا. عشان كده الغدد الصماء لو حد حابب يقدر قد ايه ربنا اداله، هيلاقي ربنا اداله اكتر بكتير من اللي ممكن يتخيله، واللي لو انفق مئات الجنيهات على انه يقدر يعمل هذه كل الهرمونات دي لو افتقد حاجة منها وحب يعوضها هيتعب جدا من حيث المادة،
هيتعب جدا من حيث ان جسمه هيبقى مجهد، ومهما حاول يصلح مش هيبقى بالشخص الطبيعي. احنا حبينا بس نقرب المسافات في موضوع ان ازاي ان الهرمون بتاع جسمنا بيعمل بقمة في الروعة من غير ما احنا بنتدخل، بعكس اي مصنع انتاجه بيقف او بنحب نتابعه من بره، بنزود في الجرعة وبنقلل، لكن ده هرمون ربنا بيزوده على حسب انفعالك، بيقلله على حسب حالات الاجهاد، على حسب التغذية. ففي الاخر خالص انت مش بتحتاج تغير حاجة من خلق ربنا، لان خلق الله عز وجل يعتبر الاعظم وفي منتهى البراعة والحكمة. احنا عايزين دايما لما تكون المعلومة وصلتنا وابتدينا نفكر فيها ما نقولش سبحان الله، ومعنى سبحان الله يعني تنزيه لله عن النقص بس بلساننا. خلي قلبنا يسمع قبل عقلنا. يعني معروف جدا انك لما تسمع ان مصنع صغير عبارة عن نص جرام بيؤدي بمنتهى الكفاءة 24 ساعة في مختلف أنسجة الجسم، من تركيز، من ذاكرة، من حفاظ على الطاقة، من إن أنا أقدر أمشي وأتحرك وأهضم التغذية وأبقى في نفسية كويسة بدون احتياج لأي معونة أو تنظيم خارجي، فده يعتبر قمة الإعجاز. احنا طبعا كل جزء من خلايا جسمنا يعتبر معجزة، وربنا لو حسبنا نعم ربنا علينا مش هيكفي مئات الآلاف من الحلقات، لأن كل عضو داخلي في جسمنا ولا ملايين الدنيا نقدر نشتري بيها انه يعمل بنفس الكفاءة. لكن انا في البداية اخترت الغدة النخامية مش لانها تخصصي بس في الغدد الصماء، بس شفت قد ايه اكتر حاجة مخلوقة بنسب ما تقدرش تزيد ولا تقل في الجسم، وان كل مايكروجرام منها في الارتفاع في مستوى الهرمون او نقص بيعمل مشاكل لا حصر لها ومحدش في الدنيا بيقدر يتحملها زي الشخص المعافى. نسأل الله العافية، ونسأل الله ان يمتعنا بالصحة ويشفي جميع مرضى المسلمين. احنا النهاردة كلامنا عن الغدة النخامية مش عايزينه يبقى كلام علمي صعب، عايزينه يبقى كلام يوصل لقلوبنا وبقدر بسيط من الفهم لعمل الغدة النخامية. احنا بنقول ان الغدة النخامية دي فيها نوعين من الهرمونات، هرمونات او نواقل كيميائية بتنظم عمل باقي الغدد، وهرمونات بتعمل مباشرة على الأنسجة. الهرمونات اللي بتعمل مباشرة على الأنسجة لأنها سهلة وكلنا بنسمع عنها، هرمون النمو المسؤول عن إن الطفل يكبر ويكمل حياته بطول ووزن مناسبين، وبرضو بعد ما يطول مسؤولة عن ان الهرمون ده يخلي جسمه قوي ومستمتع بالصحة. لو زاد الهرمون ده او قل يعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. يعني هرمون النمو ده لو زاد مستواه يعمل نوع من العملاقة وشكل غريب واصابة بسكر وتضخم في الاطراف، وطبعا ده على حسب زاد مستواه قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، بس في كل الأحوال هيغير من شكلنا اللي ربنا خلقه جميل، وهيغير من
أنسجة جسمنا اللي هي بتعمل بمنتهى الكفاءة والروعة. طب ولو قل هيحصل قصر قامة، يعني الطفل هيبقى شوية بيميل لقصر القامة بشكل ملفت ويحتاج الهرمون التعويضي. يعني كتير من الناس اللي اتعرضوا لموقف قصر ان اولادهم عندهم نقص في هرمون النمو عارفين قد ايه الكلام اللي بقوله قمة في التعب والصعوبة انهم يعوضوا اجسام اولادهم بهرمون النمو، لان هرمون سعره باهظ جدا، كتير من الاوقات مش بيلاقوه متوفر، والاسوأ من كده ليه مضاعفات كتيرة ومتابعته بتبقى بحذر جدا. عشان كده تاني وبنكرر ان الهرمونات بتاعت جسمنا كونها تبقى في مستوى معين ما تزيدش ولا تقل عنه، وربنا حافظها في انها تزيد شوية في هرمون النمو لما الطفل ينام ويبقى بياكل كويس ويلعب رياضة، وتقل شوية لما يجهد او يتعرض لأمراض، دي في حد ذاتها سبحان الله على نسب التحكم فيها. وسبحان الله هنا فعلا انت لما تقولها قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وهو انه كل نعمة انا الحمد لله بتمتع بيها احس قد ايه بفضل ربنا. بره هرمون النمو في هرمون مهم جدا للسيدات اللي هو هرمون البرولاكتين او اللبن، وده بيطلع من الغدة النخامية عشان الام ترضع طفلها. وفي الرضاعة ده باب هنتكلم عنه لوحده، لان الرضاعة تعتبر معجزة من اهم المعجزات اللي ذكرت في القرآن الكريم، واللي لوحدها تعتبر آية من آيات الله. هرمون اللبن ده برضو لو ما طلعش بالقدر الكافي والمناسب الأم مش هتعرف ترضع طفلها. طب ولو زاد نسبه ممكن السيدة تصاب بمشاكل في الثدي وتكيسات ولا قدر الله بعض الاستعداد للأورام ومشكلات كتيرة إذا جالها هرمون اللبن في سن مش سن ما بعد الولادة، أو في مرحلة ما تكونش في مرحلة الإرضاع. يعني سبحان الله حتى هرمون اللبن لو طلع في أي وقت بره فكرة الإرضاع أو مرحلة الإرضاع فهو يعتبر خلل كبير. برضو من الهرمونات المهمة اللي بتطلع من الغدة النخامية هرمون اسمه الأكسيتوسين أو الهرمون المسؤول عن انقباض الرحم، وده هرمون بيساعد في ان السيدة اللي بتولد انها تتم عملية الولادة على خير بدون يحصل مشاكل ونزيف ما بعد الولادة. وهرمون الفازوبريستن ده الهرمون اللي بيحتاج الجسم للتحكم في مستويات الماء، وبيعمل بشكل مباشر على بعض الأنسجة وبيعمل بالتناغم مع الكلى، وهرمون الغدة الكظرية في التحكم في مستويات الأملاح ومستويات الماء في الدم. سبحان الله ان احنا جسمنا ده كله كل هرمون منه بيطلع في وقت وفي مرحلة عمرية وفي زمن احنا بنحتاجه بدون ما نطلب وبدون ما نركز هو طلع امتى وازاي وبأنه كمية. كون الحاجة تخلق في توقيتها وبالكمية المطلوبة بالظبط ولا اكبر ولا اقل قمة الروعة والإعجاز، ولا تملك إلا أن تقول سبحان الله أحسن الخالقين. دي الهرمونات اللي بتعمل أقرب ما يكون للشكل المباشر، أو إنها بتشتغل على الأنسجة مباشرة. في هرمونات تانية
بتطلع برضو من الغدة النخامية وبتؤثر على باقي الغدد بشكل انه هي ما تسيبش كل غدة تشتغل براحتها، يبقى في بينهم نوع من التناغم او الفيدباك. يعني الغدة دي افرازها قل فالغدة النخامية تزود افرازها، الغدة دي افرازها زاد فالغدة النخامية تقلل افرازها، يعني علاقة نيجاتيف فيدباك او علاقة عكسية عشان الغدة النخامية تصلح باقي الغدد. يعني مش بس ان الغدد بتشتغل بشكل كفء وبالقدر المظبوط، لا، ويحكمها بالذات الغدد المهمة اللي بتنقذ جسمنا ومهمة للبقاء ومهمة لعمل كل الخلايا، بيلزم التحكم فيها المايسترو اللي هو الغدة النخامية. يعني مش بس الغدة الدرقية هي غدة عبارة عن مصنع ديناميكي في هرمون اسمه ثيروكسين، هرمون في منتهى القوة والروعة في الأداء، لأنه مفيش خلية في الجسم مش مؤثر فيها. يعني ده هرمون داخل من غير ما تعد من أول شعر الرأس إلى باطن القدم، فهو بيتحكم في مسألة التساقط بتاع الشعر، بيتحكم في التركيز والذاكرة والانتباه والقدرات الذهنية، وحتى الضغط النفسي والاكتئاب والتوترات، بيتحكم كمان في عمل القلب، بيتحكم في النبض، بيتحكم في ضغط الدم، عمل الجهاز الهضمي، حتى عمل المبايض، حتى عمل البنكرياس ومستويات السكر. مفيش حاجة اسمها جزر منعزلة ولا كل خلية بتشتغل لوحدها أبدا. الكلام ده ممكن يبقى موجود في المصانع بتاعت الدنيا اللي كل واحد فيها عايز يشتغل لنفسه ويثبت كفاءته، لكن في الإعجاز الرباني، في الروعة، في الأداء، في التميز، في الانفراد بالربوبية والخلق، لا، ربنا إعجازه في خلقه لا يوصف. ما يكون هرمون بيربط عمل كل الأنسجة وبيدخل في كل الأنسجة وانت مش حاسس بيه وبتحس بيه لا قدر الله إذا أصبت، فده لوحده يخليك تشكر ربنا كل يوم آلاف المرات. وده اللي احنا كنا بنقول من أهداف البرنامج، إنك مش تعبد ربنا بالصلاة والصوم وكل العبادات اللي افترضها عليك، تعبد ربنا بعبادة التفكر في خلق الإنسان أو التفكر في الكون. والتفكر في خلق الإنسان ده يعني شغلنا اللي احنا بنحاول نوضحه دلوقتي، لأنك انت ما هتتفكر في هرمون زي ده وقد ايه ربنا ادهولك بدون ما تطلب، هتحبه قوي لأنه ما تعبكش ولأنه اداك حاجة انت ما طلبتهاش، وهتخاف منه قوي لأنه قادر، ولأنه انت هتخاف من سلب النعمة فعايز تشكره وتعمل كل حاجة كويسة عشان ترضيه. عشان كده دايما اللي بيتفكر اكتر بيبقى احق بخشية الله، لانه اصلا عارف نعمة ربنا وخايف من تحول عافيته. ربنا اداك من غير ما تطلب. الهرمون ده لو زاد في الجسم يخلي الجسم يتحول لجحيم، يعني كتلة نار مشتعلة. شخص بياكل كتير، بيخس كتير، ضربات قلبه في السماء، عصبي، ما بينامش، مرهق، الشخص نفسه بتشوفه من سيء لأسوأ لغاية ما ربنا يقدر له العلاج والشفاء. كمان لو الإفراز بتاع الغدة الدرقية دي قل، بيتحول الشخص للنقيض، اللي هو جسمه بيبتدي يتخن
حتى لو ما أكلش ومجهوده يضعف، بينام كتير، مكتئب، وعنده وجع في العضلات، وجسمه واهي. واحدة من الهرمونات المهمة جدا، عشان كده احنا لما اتكلمنا في الغدة النخامية حاولنا ناخد اهم النقط اللي فيها، لكن ما خلصناش كل اللي فيها، وما فيش حاجة في جسم الانسان ممكن تخلص، لان ربنا صنعه ما ينفعش ان احنا نقدر نقول قد ايه قدرته وجلاله الا لما كتير من الحلقات نقدر نستطرد في كل الاعجاز بتاع كل جزء من خلايا الجسم. رب اخر كلمة عايزين نقولها، علمنا يا رب ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وبارك لنا واهدنا سبل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.